هذا وأكد سعادة النائب عبد الرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة بمجلس النواب في اتصال هاتفي في نشرة سابقة أن قانون النظافة العامة يقلص المخاطر البيئية المؤثرة على صحة الفرد. القانون يقلص التأثير السلبي المباشر وغير المباشر على البيئة أولا، وعلى الإنتاج الحيواني والنباتي، وثانيا من أهمية تقليص المخاطر البيئية المؤثرة على صحة الفرد، وأيضا بالتالي توفير عبء مالي كبير على الدولة. وأيضا من النقاط اللي نتكلم عنها في أهمية القانون هو تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى المواطن البحريني من خلال إدماجه في برامج إعادة التوازن البيئي. نتكلم عن نقطتين، هما الحفاظ على البيئة ضمن خطوات تعد الأقل كلفة من دفع مبالغ طائلة لشركات التنظيف. والنقطة الأخيرة اللي أنا أراها من النقاط الرئيسية أيضا هي تشجيع الاستثمار الأجنبي التي تضع في الاعتبار جيدا كل الظروف الملائمة في دولة الاستثمار وتهتم بسلامة المرافق البيئية.